مصطفى، انت ومحمد طبعا يعني من بيت مصارعه اصيل، كابتن علي جبر طبعا بطل البحر المتوسط والبطل الكبير، طلع لنا ما شاء الله بطلين من عيلة جبر ان شاء الله. وانتوا الاثنين كنتوا بتلعبوا روماني اصلا. لا ايوه صح ايوه صح. وبعدين وصلتوا بقيتوا ميزان بعض. حصل. فانا وخامش هنضرب بعض، فواحد فيكم لازم يضحي ويلعب حره. طبعا مصطفى هنا جه طبعا راي الوالد يعني فوق كل شيء، هو كده كده مش هنلعب تمام، بس هي كانت قبل تاهيل طوكيو، وكان محمد كان مصاب وكان راجع من رباط صليبي فما كانش لسه ماسك الميزان كويس، فاحنا اضطرينا يعني اللي احنا نلعب في ميزان واحد. تمام ربنا كرمنا، اللي هو راح بولا وانا رحت بولا وطلعنا النهائي. طبعا هو كان صاحب الميزان اصلا، يعني هو الميزان قبل الاصابه هو بطل ميزان، هو بطل ميزان. تمام. فلما جينا ماتش النهائي طبعا مش هنلعب، نزلت ورفعت ايده، فهو الاتحاد هنا خد موقف يعني مستوى كان كويس، وخد موقف مع والدي كان متكلم في الموضوع، هو كان مكلمني اللي انا الصيله هيمشي حر، لان الوالد كان بطل حر وبطل روماني. ايوه اه فهو عارف ان انا الصيله هيمشي حر يعني يوميها ما شاء الله يعني ربنا كرم وربنا سهلها، وجربت يعني تقريبا في نفس اليوم تمام مع رقم 2 في الميزان بتاع الحره، ربنا كرمني وكسبته من يومها، عسكرت حر حر. هي ربنا سهلها بقى عشان يعني واحد نيته كانت خير، فربنا كرم الحمد عشان لله. عشان انا وقام ما نضربش بعض. لا مش هينفع. الحمد لله. صح. طيب نضرب بعض ان شاء الله. دوره الالعاب الافريقيه ودي ما شاء الله احنا الاربعه جايبين ذهب فيها. الحمد لله. الحمد لله. بس الحره تكسب جابوا 6 ذهب. جابوا 6 ذهب انجاز. مره من نفسهم برده كمان زي ما قلت لك. عايز لا انا عايز اقول اقول لحضرتك حاجه، ان كابتن محمود مصطفى وكابتن علي ابو طالب عاملين شغل جامد جدا مع فريق الحره، يعني الانجازات اللي جابوها ديت بقى لها كتير جدا ما جاتش في المصارعه الحره. تمام. ودي اي حد بيلعب مصارعه او اي حد في مجال المصارعه عارف ان الطفره دي حاصله الفتره دي في المصارعه. احنا شايفينها فعلا، احنا الاول الحره كنا بعيد عنها شويه. أيوة. دلوقتي ما شاء الله. انا عايز اقول لك الانجاز ده جه بعد شقاء كبير جدا في دوره الالعاب الافريقيه. انت عايز اقول لك ان غانا سوء تنظيم، سوق كل حاجه، احنا الاماكن اللي كنا قاعدين فيها مش اللي هي ما كانش في حتى مجرد الواي فاي كمان، يعني مش عارفين نتواصل باهالينا، بس بالمعاناه والصعب ده كلته قدرنا ان احنا نرجع بالميداليه ده. وبعدها باسبوع او 10 ايام عندنا تاهيل الاولمبياد، كان ضغط نفسي كبير على كل لاعب فينا، واللي عنده ميزان واللي عنده لعيبه قويه بينافسها وي وي وي، واللي عنده اصابه واللي عنده، وكملنا وربنا قدرنا ان احنا نبقى 10 متاهلين لاولمبياد باريس، وده العدد ده ما تأهلش قبل كده العشرة دي. هو ده يعتبر اول اكبر عدد في تاريخ المصارعة المصرية تقريبا. احنا ان شاء الله هنبقى 12 ان شاء الله بإذن الله. لان انا عارف ان كيشو وطبعا سمر حمزة اللي هم قدها، وان شاء الله هيتأهلوا من ان شاء الله من تركيا. طبعا بداية اللي فرجت في الاخر انا عايز اقول لك هو في ناس ما نحكمش على بطل فاهم، وقع مثلا في ماتش مثلا كيشو بطل بطل في ناس انا بشوفها مثلا في الاخبار والكلام ده بتتكلم، لا هو ما هو البطل لازم، امال هيبقى بطل ازاي؟ لازم مكسب وخساره. مظبوط مظبوط. لكن احنا عندنا دول بطلين جامدين جدا وان شاء الله. انا اتكلمت فيه في الانترو بان لازم يعني نشوف ايه السبب ونعالجه، ممكن تكون سبب نفسي في مشاكل فعلا. في حاجة بنشيلها. أيوة. وده اتكلمنا فيه. طيب مؤمن، السؤال بقى هنا في حتة التأهيل من بطولة أفريقيا في مصر، يعني التأهيل لو ممكن في دولة تانية أصعب، هتبقى الدنيا ممكن تكون أصعب شوية والجماهير يعني هنا في مصر كنت مرتاح نفسيا أكيد. طبعا أنا في وسط بلدي وفي وسط أهلي، بس برضو عايز أقول لك إن ده بيدي صعوبة أكتر، ضغط أكتر فعلا. أنت بره ما عادي الدنيا فاهم، عارف ان انت نازل قدام ده لازم حد فيكم يخش كسبان، لازم حد فيكم يطلع كسبان طبعا. تمام. فكان وسط بلدك واهلك دي بقى لازما واكيد ان انت لازم تخلص فاهم، ان انت ما ينفعش ترجع نازل زعلان، ما ينفعش خالص، ما ينفعش. وبعدين كله من كرم ربنا فعلا، كانت البطوله صعبه جدا فاهم، يعني كانت ماتشات صعبه بس برضو من كرم ربنا، وان الواحد فعلا تجتهد تلاقي لكل مجتهد نصيب، واجتهدنا والحمد لله ان احنا عرفنا نفرح اهالينا ونرفع راس بلدنا الحمد لله. ولسه ان شاء الله اللي جاي ولسه باذن الله. لسه كل واحد فينا عنده هدف وعنده طموح وهيحققها باذن الله. انا بس عايز اقول حاجه، انت وجمال
من منطقه واحده. متربين مع بعض كمان. متربين مع بعض. من صغرنا. بدأنا بصراحه كمان مع بعض. ودخلنا النادي مع بعضين. ازاي بقى يعني البدايه بتبقى ازاي؟ اول حاجه احنا بص يا مؤمن هقول لك حاجه انا هقول لك انت صغير كنت عامل ازاي؟ هو صغير زي ما هو كبير كده يعني نفس شقاوه فاوجهها لحاجه تنفعني. بس انا من منطقه شويه من مصر قديمه ورقم عمرو بحب اشكر طبعا اهلي واهلي منطقه مصر القديمه. اجدع ناس طبعا. اجدع ناس فعلا طبعاً. تمام احنا كنا في منطقه شويه في نادي بالسعود ده قريب مننا تمام في رحمه مركز شباب نادي بالسعود رحمه الله عليه كابتن عبد اللطيف تمام ده الاب الروح. طبعا كنا في المدرسه كان بيبعت لنا كابتن اسمه كابتن عمرو خلف مجتهد جابنا من المدرسه ورحنا النادي كان بيعمل لنا اختبارات بدانا من كده. عايز اقول لك ان من اول يوم بدا يقول لنا عارف مين فيكم يطلع مين فيكم يطلع بطل ومين فيكم ما يطلعش بطل. وعايز اقول لك قصه صغيره بس تديني وقت بس ان ورا كابتن عطيف بس مش وقت كبير لا مش وقت كبير كابتن عطيف عاشور كان اتحدى ناس زمايله واصحابه المكان ده قالوا له مكان عشوائي مش هتعرف تطلع منه ابطال وقدر يطلع منه ابطال من المكان ده قال له استحاله انت تعرف تطلع ابطال من المكان ده وطلع اجيال زي الكابتن وليد نبيل زي الكابتن حسين عريان زي الكابتن عمرو خلف زي الاولمبي ادهم احمد صالح فاهم تحياتي للناس دي يعني الحمد لله قدر يعمل كده هو وكله. وانا اقول لك حاجه المناطق الشعبيه هي اصلا اساس الالعاب القتاليه طبعا. احنا اصلا احسن خامه في المصارعه الخامه مصر بالتاكيد وخامات الخامات المصريه حضرتك فعلا المناطق العشوائيه المناطق العشوائيه بتطلع ابطال بس انت محتاج ان انت تحافظ على الابطال دي ان الابطال دي هتيجي في وقت معين في سن معين لو ما شافتش ان هي ارتاحت مثلا من الانجازات اللي هي عملتها وشافت ان الدنيا بقت كويسه معاها اكيد هيتجه للشغل. فانت بتكون بطل مثلا عندك 25 سنه بطل افريقيا ومتاهل اولمبياد باريس لازم يبقى في حافز من بره من البلد تقدرك ان انت كبطل عملت انجازات كويسه يبقى في مقابل لكده ان انت حتى ليك حلم وان انت مثلا توصل لحاجه اكبر من كده حلمك مثلا تبطل اولمبي بطل عالم فكل ده هيجي مع الدعم من البلد ومن حافز اصدقائك والمدربين وكل المنظمه اللي حواليك لازم بتشتغل لاجلك انت دلوقتي لاعب وبتتمرن وفي مستوى فلازم المستوى ده يعلى انت بتلعب بره بتنافس بره دول اقويه جدا فانت في مصر هنا بتتمرن فانت في ليفل معين انت معاك فريقك بتتمرن معاه بس انت مستواك ما بيعلاش عشان انت بقالك فتره بتتمرن مع المستوى دوت مفيش اعلى فانت محتاج معسكرات خارجيه كتير احتكاك مع ابطال عالم بطولات كتير هم بره شغلهم كده بره طول السنه معسكرات وبطولات ويجي على بطوله العالم مثلا ممكن طول السنه يتدرب في البطولات عادي في المعسكرات مزبوط. يجي في البطوله الاساسيه بطوله العالم يروح يجيب اول وتكون شايفه اصلا قبليها بيخسر كتير هي دي النقطه الفرق انت محتاج الامكانيات دي الشغل بتاعهم هو ده اللي هيعلم مستواك انت لما تترمي مثلا في معسكر في ابطال عالم اولمبيين زي روسيا ولا ايران ولا الدول دي انت غصب عنك اكيد مستواك هيعلى بتتمرن بامكانيات وتطور عالي ففي الموضوع ده اكيد مستواك هيزيد ان انت تنافس معاهم كمان هم بره بيفتشوا او بيصنعوا الخامه بالعافيه انت عندك الخامه بس محتاج تصرف عليها صح.